مرحبا بالناس اللي جاو عندنا اليوم، مرحبا بهم، تحية الناس جالية من طاليا، مرحبا بهم. الناس حي السلام. كبير هذا من جاو عندنا الناس ديالنا وحبابنا. جات عندنا حبيبتي وفاطمة، واحد قولي ختنا، حتى هي ختنا كبرنا معاها بنت حي السلام، تحية ليها، عايشة في فينيزيا. تحية الناس الجالية، تحية ديديكاس، تحية للناس جالية في طاليان وفي جميع انحاء العالم. هذا كي دايرين لاباس عليكم؟ اموركم بخير حبيبتي؟ اتاي معاك كي داير؟ الحمد لله. تاي فاطمه راه عارفه صبيحه. فاطمه قبيله كان عمر فاتي كتقول لي زيد الشحر شويه احسن من الباكرام شويه. الوالده واخا لا غتزيد تشحر شويه د اتاي تشحر شويه. اتاي بالعصر كي بلات مشي مشربوا الداصر. الداصر اخي زيد شويه احسن من الباكرام شويه. دير شي قال لي زوين قبل العصر قال لك ما زوينش. شوف حبيبتي خويا دابا شوفي واش مزيان. لا لا دار خصو يتشحر فوق البوطه. تشحرت ولا شحرت ولا شحرت؟ فاطمة كتقول لي ما عندكش مع التعمار ديال اتاي. خرجي يا ماما كصاحب شي شو. قلت لها ماما كريم نعاودو نعمرو. لا لا انا جاني مزيان كتبغي حتى تشري. يا سلام على صحية. علاش كيفاش مشحر؟ مشحر يعني فوق البوطه. وانا ما بغيتش نديرو حمار بزاف. عفوا مادام كتشوفي هذه بنتي من الزول ديال اتاي اش درتي؟ شوفي الوالده زيدي فيه شويه الحبوب وشحري. ها شويه مزيش فيه بزاف حبيبتي. انت كاسك مزيان انت برا مزيان. خليك شي راه مشي وقفه ليها بنتي. خلي مشي مشي. انا ودي انا خودي. سمحي لنا فاطمه. اويلي تبارك الله ومرحبا بكم. اش درنا لكم؟ مرحبا بكم. هذاك الشيء اللي قسم الله التراب ديال رجليكم. الله يلاقينا في شي ساعه سعيده احسن من هذه. راكم عزاز وغاليين وفي القلب. ولا شفت على جماعه ماشي فوق الصمامات تحت. الله يخليك لينا وطول لينا عمرك. ومتتبعين مساك ما عزاش تما كيتفرجوا فينا من برا. عزاز متتبعين الله يخليك لايك. الله يحفظهم. نعم الوالد ديروا لنا البصيمه الله يعطيكم الرضا. ديروا لنا البصيمه. هو علاش جي حبيتي ديروا لنا البصيمه؟ انتم حيتي سكينه غاتكم دعموا نورا. دعموا نورا الله يخلف عليكم يخلي لكم صحيحتكم ويطوي منكم. الله يحفظك حبيبتي الله يعطيك صحيحتك. دعموا مسكينه راها ما عندها حد سوى توما ومحبابة الثاني. الله يحفظك حبيبتي الحمد لله عندنا الله. وانتم على وجه حبيبتي كتشكروها وعزيزه عليكم الله يحفظكم. ديروا اللايكات ديروا لها بصيمه 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 الله يخلف عليكم ويخلي لكم وليداتكم وصحيحتكم ومعز عليكم. امي مرحبيبه تايا. امي مرحبيبه تايا تهلاو فيها تايا مسكينه راه جريت وليداتها. امي مرحبيبه ما كتلوحش الفيديوهات بزاف كتغيب مع الوقت. مع الوقت ما كاينش لي لوح ليها وراه مسكينه. لا ما تنساش امي مرحبيبه. ما كاينش لي لوح ليها ما تنساوهاش. هو انا ديما مدخله راسها معايا خلي تطلع الخلاص ديالي. ما تنساوش امي مرحبيبه. ما تنساوهاش راه ما كاينش لي زعما. امي مرحبيبه ما تنساوهاش. والوالده قصينا باش تباني في اليوتيوب باش تباني في الفيديو. هو ما تنساوش امي مرحبيبه. هو باين عليك. امي مرحبيبه نسيتوها كاع. وقلتي باش تفكري ما كتفكريهم صيفطي حطي في اليوتيوب. يا سمحوا لي انا نبغي نحط كل نوبه ما كاينش هاد. من هادي لهادي لهادي لهادي. لاحظت واحد اللي يخدم معاه. وتهلا زوين. بقيت تحط داكشي زوين تهلا في نورك. داروا لنا بصايمه. سيري العربيه باش يطلع لك المحتوى. سيري العربيه وبدي تصور. ان شاء الله احمد. حنا راه ما بغيناش شي حاجه اللي تغضب الله. كنبغيو عاد داكشي اللي يكون زوين. ديري الفضائح باش تطلع. وراكم عزاز وراكم في القلب وراكم غاليين. ايوا راه خاصنا ديما معاك. الفضائح هما اللي خدامين. الفضائح هما اللي خدامين بان لي خدامين في اليوتيوب هما الفضائح. حنا راه ما بغينا داكشي. نديرو داكشي اللي كاين داكشي اللي حل الله اللي حل الله. لا الانسان خصو يشارك حياته اليوميه ولكن بدون فضيحه. عندنا الله ولكن ما نجيبوش داكشي من سيري سيري واحد السيمانه العروبيه في العيد الكبير وتفكري لي الله يسامحك. المهم كيما قلت لك واحد الفيديو واش الانسان ما كيتخاصمش؟ الانسان كيتخاصم كاين داكشي اللي يقولش في اليوتيوب. هو على الجانب الايجابي للمشاهدين ماشي كلشي يبان. على مالنا حنا ما كنتخاصموش راه ضروري ديال الحياه. ولكن الانسان باش هو كيتخاصم ويغوت وكيحل في اللايفات هادشي ما غير هادشي وراه حنا اللي كنطلعو حيت كنطلعو راه كنرجعو للشهره. كان الناس دابا حيت هو باش الانسان علاش كيطلع؟ حيت واش هو ما كيشوف الفيديو وصل ليه 100000 وطلع حتى هو صافي كيقول اذا الناس بغاو هادشي بحال هكا صافي كيبدل المحتوى ديالو. كيكون محتوى دي فلوغ عادي تيولي محتوى غادي منحى اخر. ايوا الله يسر لي هذاك الشيء عاوتاني اخرته ما كاينه ما كايناش الحبس ولا شي حاجه اخرى راه كتشوف شي ما كيكونش حتى ليه. ايوا الله يدير تاويل ديال الخير. الانسان قال لك الله سبحانه وتعالى كيقول لك واذا ابتليتم فاستتيروا. والله كيديروا الناس يتمعشوا به والناس مخصوصين به ماشي كيديروا يديروا به الفضايح ويديروا به الشوهه ويديروا به
الهلال لا الناس باغيين يتمعشوا ولا بتطرح تاع خبز لولادهم ديال الحلال. هذيك فضائح اللي كتجيب لهم الفضائح لا هي فاطمه راه راسها ما شحراتوش والله حتى شحرتو الوالده. شوف الكاس ديالها شوف الكاس دابا كاين كشكش والرغوه طلع كل يوم لا لا وهذا الصنارة ما عطيهاش اتي ما معطيهاش وري المشاهدين وري المشاهدين هذيك الوالده بسم الله مكشكش ها هو كيدور ها شوف 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 وي 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 ها كيدير الوالده معطيه حتى سبحان والله الصباح كنعمر شتي ما مقيتي كيجي على بالزينات ولي وصيت ماشي في ولا كالس عليه بشويه بشويه انا ما عرفت مالي اتي مع فاطمه كتحشم معاه هي عارفه كتي لا 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 والله تخليها مرفقتيها معاه وجات الناس ودابا خليتي كالمه فهمتي من قبيله وجينا حبيبتي ماشي جبيله وانا قالت انا بغيت نعمرو انا جايبه في الفيديو كي ماما كتعمرو انا جايبه في الفيديو وجايبه انت دقي شويه على الدق في الفيديو والعربي جايبه على قبل الناس الرزاز بارك الله فيك فاطمه الله يخليك لكم بزاز وغالي هاد الصغير هو ما كيطلعش هذا مال وما يطلعش مزيان بالله لا بغيت كتبغي تحطها الدوق بعد تشوف واش اتاي البرد حكاه نور كيف كيبري هو واش اللي فات السكر حد نص السكر واش كنت كنبغي الحلاوه السكر السكر صافي يجي هو هذا ما تكثريش بزاف السكر عرف هذيك التحتانيه كاع فاطمه وكاع الناس نوضناهم على قبل هاد اتاي هاد كيبغي يدير مسوس ماشي مسوس ناقص شويه وصافي المهم صبحوا لنا المتتبعين خا راه مجمعين مع الحباب ومع العائله زوين دابا دابا الكويس عاد الدراسه ما نكذبش عليكم قويتي فاطمه لا شويه نص والله بصح لا 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 مصعبش زوين دابا حنا راه ما كانش تاتي حلو ما نشربوش لا حتى هو دابا كاين اللي عطا نص اللي ما كيسق علاش بغاتي نص ديالي السبع ياك شي ساعه لا لا البارود هو كيطلع خصك تعرفي لي انا خصيتو درتو بارود حبوب ولا لا حبوب زوين خليتك المتتبعين مع شنو كنت غنقول واحد الكلمه وعاد بالله مش طراجي مشات ليا والله شحال هادي ما جا عندي شي حد لداري في حقيقه كنبغي مره مره الضيفان يجيو عندي والله لانه سبحان الله الضيف ملي كيجي اولا كيجي مع الخير ثانيا كيخلي معاه رزق كتبلي معاه يعني الحمد لله قبلوا علينا ما درناش شي حاجه اللي نتمنوا يقبلوا عليا ما درناش شي حاجه اللي كثيره ولكن سبحان الله الله يغفر مالي امين امين حنا كنا باغيين نشوفوا في العشيه نشربوا معاك اتاي ومشيو لا لا مرحبا حاولوا ديروا حاجه اخرى في الصاله وهذا كل نهار كبير في بلاد ما ديما مكمل ديما بوحدو ديما حنا في ما تجي نعرضوا عليها مرحبا بها ما سادع لي وليدي ما فاطمه انا مش حكيت عطل شي حد ما كيجيني كنحس براسي حكي كنبغي الناس يجوا عليا وعاد يديروها دق دق والله الا حيت المكبير هاو داك شكون هو من نهار هذيك اللي كانت في راه واش بغينا به راه حنا ولينا خليش ضروري البخور نخرو حبيبتي وليده البخور راه كنديرو الناس العزاز يعز عزوزك الله يخليك ديما منوره وبخرة امين امين حبيبتي الله يعطينا الصحة طيب انت ما تنكش عشرة من الخلق امين 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 هاكا كيديرو شحر هو الصباح زوينة ياكش زوينة هاكا البلوط كانت من مورا نجيب نديرو شي الأغاني الشعبية ما مشيتش الحال كنت جيب هذيك الموسيقى اللي كانت ديك النهار عندك ديك حتى المرة أخرى ما عنديش الويفي مرة أخرى إن شاء الله وفي عندي في الحانوت شي الكيسان صدقوا زوينين فني لو باقا تشي محافظه عليهم تشي غتحافظ انا ما كنت الله ما كنت الله هاد الكيسان جاتهم ليا فاطمه الله يعطيها صحيحتها صح حنا مع الحباب ومع الناس الحمد لله الناس كيجي مع مرزق ما يكذب عليك كاذب والله حتى الناس كيجي مع مرزق انا قد الحال وصافي
مرحبا 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 بالناس اللي جاو عندنا اليوم، مرحبا بهم، تحيه الناس جاليه من طاليان، مرحبا بهم ناس حي السلامه. الوالده راه غنيه على التعريف، ودير حبيبتي سيما معانا قبلوا علينا ما عاد كيجي ماما، حتى حنا نشوفوا واش معلكه ولا ماشي معلكه، غادي يكون عليك حتى وحنا غنشوفوا. مرحبا بكم. عامل النظره، عامل النظره بعيده من الخضره وذوك المزاوي، ايوا الفلفله خضراء وصفراء ولواع، شي مزبه ديال الحاس فكيني، لا 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 مع اللبن طويل، لا لا دابا نجيبها الله يرحم بها الوالده، كنموت على الحاره. تنجيبها كما عمر قلتي لي، شحال هادي جابت انت؟ ما عمر جات اليوم كنزودها كطويل صفر. لا مرحبا بكم من هنا حتى لطاليان، ومن هنا حتى لحي السلامه، تحيه الناس حي السلامه، بارك الله فيك. حتى لفينيزيا، مرحبا، تحيه الناس فينيزيا الى طلعوا، مرحبا بكم. قبلوا علينا وصافي، هذاك الشيء اللي قدرنا عليه، ماشي شي حاجه. الضيفه ديالنا راه باغاتك هذه المعلكه، باغا البلبوله، وي راه حتى واحد السيده هي مسكينه، حتى هي باغا البلبوله، اختي كريمه حتى هي باغا دير قالت لك والو، بغيت على الحمر راس صافي، وتا هي قالت باغا البلبوله معلكه. الضيفه نحط لها السواك والكحل ضروري، باقا العقل دايره السواك في الحك وفي الصوفة. الترابيه هذيك مخليها لنا الوالده الله يرحمها ووالي برحمه الله، الله يرحمها، كان دايره الحك في السواك وفي الصوفة والكحل، خاص ضروري من هذا اللي سالي تحط فيه السواق والكحل. باقا ديري حبيبتي العاد عندك في الدار، باقا دابا كان عندك الكحل والسواق، ما كانت قيا تهضر دابا هي الوالده حتى هي حطات لي الناس الكحل والسواق. راه فاطمه المرايه معاك، ولكن داك الشيء وداك راهي المرايه، طيح حبيبتي المرايه، ولكن الوالده داك الشيء ملاوط بان ليا، ما عندك المرود مزيان، ما دارش المرود طاح ليا، هذا هنا الكحل كاين، حل حبيبتي الكحل، شوف هذا الكحل، شوف من جهه الكحول، ماشي من جهه المنظيره، انت الولاد ديال الكحول فضولي برا عينين والله دوا على شي شوي، فين هو المرود بعدا؟ ها هو المرود من معدي مراود، راك عارف شنو هذا غالي المرود داير انت تختيو، وهادي السواك ها هو، راه عندي السواك حيد، ها هاكي اختي السواك، وحاكي ماشي فاطمه ما بغيتيش السواك، لمن لمن جاي غتكحل انا غنكحل، شوفوا انت عم تبيعين هات حبيبي صاحبي بقى ساهله تعلموا تكحلوا، هات هما المتبيعين تاعنا، هات هما جينا عند بنت ولد اختي هي اللي عطينا الكحول والسواق ضروري، هاك ما كحل وسوق وحنا ما كاين والو، هات مزيان العينين هاو العينين، كحل نتمنى من الله يعجبكم الفيديو، وشكرا على المشاهده، الله يحفظكم لينا والله يخليكم.